السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحفل السنوي الخامس بمجموعة التخطيط وإدارة المشروعات. بشكر الزملاء اللي متابعينا دلوقتي والزملاء اللي شاركوا معانا. يعني إحنا الحمد لله شارك معانا مجموعة كبيرة من الزملاء، سواء اللي شاركوا في اختيار الشعار أو اللي شاركوا في بعد كده الاسوات اناليسز وتحليل والتخطيط الاستراتيجي والفكره اللي كنا اتكلمنا عنها اننا عايزين مبادرات اننا نستمر بيها الفتره اللي جايه. معظم الناس الحقيقه كانت ارائهم ان هو الاكبر ريسورس موجود عندنا هو الناس، هو المحاضرين المميزين اللي موجودين، واننا نحاول نستفيد منهم قدر الامكان ونستفيد ان الكلام ده يبقى له اثر على الشغل، ونعمل المؤتمر بعد كده ونحاول ان هو يستمر. ونتمنى ان المجموعه دي يتكون منها فريق يقدر يساعد معانا. وكانت يعني في بعض المشاركات في الاول حذفت، بعض المشاركات اختيرت ان هي دخلت للاختيار النهائي. هم 5 مشاركات زي ما هنشوف بعد شويه، وايه هي المشاركه اللي كانت خدت كل الترتيب بتاعهم والنسب كل واحده منهم. وكمان هنعرض في الاول كده فيديو بيتكلم عن الهيستوري بتاعت الجروب والكونفرنس والمؤتمر من اول ما بدأ، والمحاضرات اللي كانت فيه والناس اللي شاركت فيه وشكل الهيستوري بتاعه ونشأته وفكرته جت ازاي وشكلها كان عامل ايه. فانا هسيبكم دلوقتي مع الفيديوهات دي، فيديو الاول تعريف، وبعدين بعد كده هنعرض ال5 مشاركات من المشاركات اللي موجوده، وبعدين بعد كده هنعرض النسب اللي خدتها بتاعت التصويت لكل مشاركه والمشاركه الفايزه ومين هم ال5 أعضاء اللي شاركوا معانا. وبعد ما نقدر الحاجات دي إن شاء الله نختم الإيفنت معاكم، فأهلا بيكم.